تبارك الله عليكم المتتبعين. راني عند خواتات اللي كنت جيت عندهم واحد الوقت وقلت ما عطيتهمش قيمه، انا دابا غنعطيهم اكثر من اللي كيستحقوا. وهما فينهم؟ لا حقيقه من نعيمه، لا الله يبارك لهم خيهم، راهم غيجوجو خوهم والهلا يخطيكم المتتبعين دياولي. انتوما راني مأكدة منكم كتبغيوني، ولاني اللي كينتقدوني خليكم الله. وتبارك الله عليكم، وتابعوا معايا العز الخواتات، راهم دايرين العز خوهم. مرحبا بنعيمه، مرحبا بزوير خويا منعيم، بحال جاو عند خوتهم، مرحبا بهم والف مرحبا. يلا هنور بارك الله عليكم المشاهدين ديال بنعيمه. يلا تابعوا معنا حنا مزيدين العريس، وحنا راه بنعيمه جات معروضه عندنا وكبرت بينا، وجا خويا زهير وجا خويا منعيم اللي تتقولوا المشكل واقع، راه ما كاين حتى شي حاجه، راه اللي بغى يقول شي حاجه راه غير تزيدها على قدته، وراه غير تدخلوا شي حاجه اللي ما تتعني حتى شي واحد. والحمد لله هما معانا ورحنا ناشطين وفرحانين، وتبعوا معانا ان شاء الله ونوريكم العرس كيفاش تيدوز. يلا عرس البيس عليه والله نصليو عليك رسول الله، والله نصليو عليك رسول الله، والله نصليو عليك رسول الله. جان بمريدين، جان بالعباد، جنال صابري، جنال قوم كافري، الله معنا We'll be right back.
وجات عندنا وبنادم من على الشيطان من بزاف ديال الهضور ومنعم راه تبارك الله راه مازال ما عرفتوش عن قرب تبارك الله هادو راه وليدات انا منعم لا زهير اطيب اطيب خلق الله وربي اللي شاد على هاد الهضره اللي تنقولوا راه تبارك الله الناس حتى كتعرفيهم وتعاشريهم عاد عاد كتعرفي القيمه ديالهم ايوا اللي خطي منعمه مرحبا بها
وشكرا الله على متبعين أمي نعيمة ولا خدكم علينا ولا خدكم على أمي نعيمة وتتمنى تبقى متابعينها طول الحياة. آمين. وشكرا لكم. آمين. تبارك الله.